أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي المحترمون، معالي الأخ أحمد أبو الغاز الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن أكون بينكم اليوم في منام العزيزة للمشاركة في أعمال الدورة 33 لمجلس قمة جامعة الدول العربية، وأن تهز هذه الفرصة لأتقدم باسمي وباسم الشعب العراقي إلى جلالتكم وإلى شعب البحريني الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم لجلالتكم بالتهنئة لترأسكم مجلسنا هذا على مستوى القمة في دورتها 33. وكلنا أمل وثقة بقدرة شخصكم الكريم على إدارة أعمال هذه القمة بكل حكمة، خدمة للعمل العربي المشترك. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية على حسن إدارة أعمال القمة العربية في دورتها 32. وكذلك الشكر الجزيل إلى معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية وللعاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهدهم في إعداد لاجتماعنا هذا وإساماتهم الفعالة في تحقيقها. نلتقي اليوم بالتزامن مع استمرار تداعيات العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على شعب فلسطين في قطاع غزة في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني ودمار استباحة دماء الأبرياء سيما الأطفال والنساء والشيوخ، وأدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100,000 فلسطيني وبشكل ممنهج ووحشي وبما يعد إبادة جماعية بكل المقاييس. ومن هنا نجدد الموقف العراقي الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين دعم العراق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، وعلى تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأراضي المحتلة كافة. يدعم العراق كل تطور إيجابي يسهم في وقف النزاع الداخلي في سوريا، ويجدد موقفه الداعم إلى حفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما يزعج الأمن والاستقرار فيها مع إدادة الإعمار وتوفير الحياة الحرة الكريمة للشعب السوري الشقيق. أما بشأن ما يجري في جمهورية السودان فإننا ندعو جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف جميع أعمال العنف والحوار واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل حقيقي للأزمة، ونؤكد إن ما وصلت إليه الأمور في هذا البلد بلد العزيز من النزاع مؤسف بين الأشقاء سوف لن يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنا يؤكد العراق دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية السودان الشقيق واستعادة مسار التحول المدني عبر قيام الأطراف المدنية والعسكرية بترك الخلافات وترجيح كافة المصلحة العامة خدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق. يجدد العراق حكومة وشعبا دعمه الكامل ووقفه إلى جانب أشقائنا في لبنان لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي
وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. كما يساند العراق جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية فيها واعتماد الخيار السياسي والحوار البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء الليبيين وتقود إلى السلام والتقدم والازدهار لتحقيق آمال الشعب الليبي الشقيق. ويدعم العراق جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة اليمن الشقيق، ويدعم أي خطوات بهذا الاتجاه لضمان حقوق الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار. ويؤكد العراق موقفه الراسخ القائم على احترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ويجدد دعمه لها في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد خدمة لأبناء شعبها العزيز. أدعوكم أيها الأخوة والمجتمع الدولي أيضاً إلى التعاون الجاد لمساعدة بلدان التي تضررت جراء الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية الملحوظة كازدياد مساحات التصحر وشح المياه. أدعو كذلك إلى الإسراع في وضع خطط مدروسة لدفع أخطار هذه التغييرات من خلال تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات المعنية بقضية البيئة، والاكتفاء بإصدارها وإبقائها حبرا على الورق. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ينطلق العراق في علاقاته الخارجية وفق ثوابت أهمها مبدأ الحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الأخرى. وفي وقت ذاته يرفض العراق رفضاً قاطعاً الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الأمنيين تحت أي ذريعة، واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف، فإنه يحذر بأن استمرار تلك الانتهاكات والردود الأفعال المتقابلة سوف يزعزع استقرار المنطقة بالكامل التي دفع أبناء العراق تضحيات كبيرة لتحقيق ودحر آفة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. يشهد العراق اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة في إفتاح المشاريع وتقديم الخدمات الجديرة بأبناء شعبه، وبذلك أجدد الدعوة لأشقائنا إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في مقومات النجاح السياسية والمادية والبشرية التي يمتلكها العراق بوصفه بيئة استثمارية مهيئة للوصول إلى تكامل الاقتصادي وتحقيق تطلعاتنا جميعاً بتعزيز العمل المشترك، والكل أمل بأن تسدد قمتنا هذه إرادة شعوبنا للنهض نحو تحقيق أهدافنا، ونوحد كلمتنا للتناول في قضايا من موقع المبادرة وبكل منطق وحكمة. وفي الختام أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى جمهورية العربية السورية الشقيقة لقبولها التنازل عن دورة العادية 34 عام 2025 لصالح العراق، وننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في عاصمة العراق بغداد، سائلا الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوما على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولا إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.